السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا، الأجواء مستمرة معنا هنا. يوسف بلايلي، شو طالع يوسف؟ هدف. شلون حط ياسين؟ ماكو حارس. الحارس من ما غناش. يوسف مبروكين، وليس مبروك واحد، جائزة نشوفها بس ترفعها، أدري أنك تعبان ولكن سامحني. مبروكين لتحقيقكم انتصارات بدون خسائر، كنت فارق في منتخب الجزائر، كل يشهد. والله الحمد لله، أولا الحمد لله ربي اللي وفقنا، وإن شفتوا كانت بطولة كبيرة، لعبنا أمام فرق يلعبوا مليح كرة. نشكر اللاعبين، طاقم فني وطبي، وإن شاء الله كما قلت لك الحمد لله، ونفرحوا مع الشعب تاعنا. الحمد لله اللي ربي وفقنا. يوسف الوالدة كانت موجودة مباراة سابقة؟ ايه الوالدة كانت موجودة. يا رضاها هذا. والله دعوت خير تاع الوالدين وتاع بويا اللي سي بور سا خدينا كل شيء، الحمد لله ربي وفقنا ونادوا هذا الفوز. ابتسم ابتسم يوسف، ابتسم. انا تعبان. شكرا يوسف، شكرا. نعم، خلكم معي، لا تروحون، اذا خلوني عايش معاكم ويا الابطال، الابطال من حققوا هذا المونديال، مونديال العرب بصعوبة شديدة. بغداد، الله ما تهدني. بغداد ما يهدني. أبوسك حبيبي، شكرا. أبوسك أول شيء، أبوسك كنت رايق جدا في التمريرة الحاسمة لسعيود. الحمد لله الحمد لله، اليوم اشتغلنا كمجموعة واحدة، جماهيرنا كانت تساند فينا طول المقابلة، قعدنا مركزين، حاولنا ما نستقبلش الهدف خاصة في الأشواط الإضافية، إذا سجلوا علينا كنا راح نخسر المباراة. الحمد لله قعدنا مركزين، الفرص جاتنا، سجلنا الهدف وفرحنا جماهيرنا. البطولة الأصعب لكم أتوقع بالجهد اللي بذلتوه خلال ثلاث مباريات. أكيد أكيد، في 20 يوم لعبنا 6 مباريات، كل 3 أيام مباراة، صعب تكمل في هذا المستوى. اشتغلنا مع المدرب، الحمد لله فوز مستحق للمنتخب الجزائري. تبقى الهداف بالنسبة لي وللسداوية. أكيد أكيد، شكرا. شكرا بغداد، شكرا. We'll be right back.